في العاصمة السعودية الرياض، ولأول مرة في العالم سيقام مهرجان الموسيقى MDL Beast. المهرجان الذي سينطلق في 19 من ديسمبر حتى 21 من نفس الشهر بتنظيم من هيئة الترفيه، سيجمع الموسيقى والفن والثقافة. ويعد هذا الحدث العالمي أضخم مهرجان موسيقي فني في الشرق الأوسط، ويأتي ضمن فعاليات موسم الرياض اللي تجاوز عدد زواره حاجز 10 مليون زائر. وستقام احتفالية كبرى تتسع ل70 ألف شخص، وسيحيي فعاليات المهرجان فنانون عالميون بينهم ديفيد جيتا ومارتن جاركس وستيف أيوكي، بالإضافة إلى 24 من الفنانين المحليين والإقليميين.